تونيزيان الإذاعة الوطنية الإذاعة التونسية وصفحة البرنامج ستوديو الوطنية. مرحبا بكم، نقدكم اقتراحاتكم ومقترحاتكم توصل على صفحتنا ستوديو الوطنية. أهلا وسهلا في ساعتنا الأولى، عودة على آخر التطورات. والبارح الحدث كان علم تركيا على مبنى تابع للشيمينو، الإدارة العامة للسكك الحديدية توضح وتعتذر. وعلى عكس ما يتم الترويج ليه، عبيد البريكي يقول الرئيس ماهوش ضد الأحزاب بدليل وأنه يتفاعل معنا كل ما نتصلوا بيه. في عينك على الإدارة اللي تلقاوها بعد شوية. أيضا بعد البنت العريض معنا في قدريدي نستقبلوا ذي الدين الكريفي، نحكيوا على الموسم الفلاحي، استعدادات وزارة الفلاحة للموسم الفلاحي القادم، وعشية فتح المدارس أبوابها بعد شوية. التحق بنا خالد كرونا في ليديتو. أما في ساعتنا الثانية ضيفنا اليوم أبي سعد رجين الخبير الاقتصادي مراد الحطاب رفيق. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا زينة، مرحبا بيك، مرحبا أنيس، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة نظر الكل. أنيس بوغطاس تحياتي، أهلا وسهلا. في ساعتنا الثانية اليوم في الانترفيو عودة على قانون المالية 2025، مشروع قانون المالية وميزانية الدولة اللي اصدر نهار الثلاث عن وزارة المالية، هذا وغيره. أيضا التمام والفائدة المديرية اللي زادت وما زلت ما تراجعتش، هل ستنخفض؟ ليه؟ تفاصيل نرجع عليها بعد شوية. في ساعتنا الثانية تود سويت بالبنت العريض. بالبنت العريض. لا، أهلا مجددا رفيق، والبداية بعلم تركيا البارح على الشيمينو. أهلا وسهلا زينة من جديد. جدل كبير البارح في مواقع التواصل الاجتماعي وغضب، خلينا نقوله، من الحادثة اللي صارت. الحكاية بدأت بفيديو نشره مواطن، فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تركيز العلم التركي فوق بناية تابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في ساحة برشلونة. انطلاقا من الفيديو هذي بدأت على فيستريمينج اللي تفرجوا فينا ينجموا يشوفوا الفيديو اللي قاعد يدور بالضبط زينة. هذاك نفسه الفيديو اللي دار في برشا صفحات على فيسبوك ونقلوه حتى عدد من المواقع الإخبارية، وبدأت ردود الأفعال والغضب والاستهجان من الحادثة هذه اللي هي سابقة في تونس. كانوا يتم تركيز علم أجنبي لدولة أخرى فوق مؤسسة عمومية اللي هي تابعة لشركة السكك الحديدية التونسية. تقريبا سويعات بعد شركة السكك الحديدية تهبط بلاغ تقدم فيه اعتذارها البليغ عما اعتبرته الخطأ المتعلق بالراية الوطنية اللي سجل اليوم الصباح على واحدة من إداراتها الراجع عليها بالنظر. وضحت في أسباب خلينا نقوله الحادثة هذه كونه اقتنات الشركة مجموعة من الأعلام في إطار طلبية كاملة لتجديد كل الأعلام الموجودة على الإدارات التابعة لها، لكن تسرب عن طريق الخطأ علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، المقصود هو تركي. العلم التركي بالطبيعة، وما تمش التفطن للشيء هذا إلا بعد ما تم تركيز العلم وشافوه المواطنين، وقام المواطن اللي حط الفيديو على فيسبوك لتصوير العلم هذا. تقول الشركة أنه تم التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية بتبيعها هذا حسب نص البلاغ اللي صدر في العشية على شركة السكك الحديدية. في الأثناء مصادر أمنية تأكد كونه تم تقديم عون عامل في شركة السكك الحديدية لمركز أمن على خلفية تركيزه للعلم التركي فوق الإدارة اللي تابعة لشركة السكك الحديدية في ساحة برشلونة، واللي بالتحري معاه أفاد كونه فما رئيس مصلحة في الشركة اللي هو قام بتسليمه العلم المذكور باش يعوض العلم القديم، وأنه عدد من المرة وقتها وين قاموا بتصوير الشركة. على كل الأبحاث ما زالت متواصلة في الموضوع. طلبنا رد من شركة سكك حديدية لكن ما تلقينا حتى إجابة إلى حد الآن. مش مشكل خاطر هبطوا بين دونك الإدارة العامة اللي كما كنت تقول اعتذرت ووضحت وأكدت وأنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث هذا لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغلط. نبدأ معك أنيس بوغطاس، هل الموضوع خذ أكثر من 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 حجمه؟ سهوة، غلطة، أم نمشي ديما في نظرية المؤامرة وبفعل فاعل، والعون اللي تم إيقافه عون تنفيذ نجم يكون ما فيقش ما انتبهش أعطاها أنيس بوغطاس علم شيء علقه؟ الحقيقة ماهوش لنظرية المؤامرة
ولا لا أقبل أنا كمواطن تونسي أفخر بانتمائي إلى هذه الربوع بأنه يتحط علم فوق مؤسسة وطنية تاع دولة أجنبية. نعم. هذا خطأ لا يغتفر. أنا نعتبر وكونه لا تقول لي عون ولا رئيس مصلحة. هذا الخطأ خطأ فادح جدا. معناتها أنت جبت قلت لي طلبية من الفورنيسور دخلها الإدارة متاعك قلت لي مش نبدل علامات الكل هذا خطأ معناتها ما شفتوش ما شافوا حتى حد العلم اللي نركب وكان ما هبطش المواطن يظهر لي ما في قوس والفورنيسور في حد ذاته المزود في حد ذاته معناتها أو برا شمنا في سيدي المزود غلط أنت مؤسسة عمومية المزود ما يهمنيش فيها يعني لا يهمنا في كل غلطة من بدات لوين وصلت كيف أنا نطلب من المزود شركة عمومية في انت تو كنت تقول لا اختفر علم دوله اجنبيه تحط على مؤسسه عموميه ولا خاصه اللي كل واعطيني اربع حاجات من نفس الحاجه ينجم يغلط اما انت المسؤول انت مول المول انت مول المؤسسه هذيك لا فما مدير لا فما عون لا فما ما عندكم شكون لاهي بالبروتوكول لاهي باللوجيستيك ما عندكم حتى شيء معناتها اداره عموميه عندها 100 سنه تخدم يوخر ويقدم يحط العلم معناتها دوله اجنبيه فوق معناتها يرفرف وين في بلادي انا بالنسبه لي خطا فادح جدا مش ما فماش حتى سبب يخليك توصل تغلط الغلطه هذه معناتها ياكد انه فما تسيب وفما عدم مراقبه وفما حاجات قاعده تصير في المؤسسه هذه خليت نوصلوا للغلطه اللي هي غلطه لا تغتفر انا بالنسبه لي ما عندي حتى اي توليرانس ما عندي حتى اي تسامح في الموضوع هذا نيس مغتسل في العادة متسامح تحياتي لك أهلا وسهلا خالد كرونة هل لديك أقوال أخرى ولا تتفق مع نيس مغتسل يقول لك التعليق علم أجنبي على مؤسسة عمومية غلطة لا تغتفر وهذا نتيجة عدم أو غياب المراقبة أنها غلطة لا تغتفر أنا أؤيد في هذا أما احنا في الذاكرة بتاع النشطاء التواصل الاجتماعي عندنا في التاريخ حادثة مسمينها حادثة العلم العلم نعم اللي هي فوق كرة الأداب مع خولة الرشيد ذاك العلم الأسود ولينا اليوم في حادثة العلم الأخرى الثانية ثم تهاون هذا لا شك فيه على خطر أنا مش نعطف على كلام أنيس يعني الضحين وقت اللي أنت تستلم بضاعة على طلبية معينة من المفروض أنك تتثبت فيما استلمت هذا يدل أنه ثم خلل لكن في نفس الوقت ما نحسش اللي هو منصف وعادل أنه ناخذ عدل شو اسمه عون تنفيذ ونحاول نخليه هو كبش هذا هو الحلقة يلزم التحقيق الإداري ينصف من ينبغي أن ينصف ويجرم من ينبغي أن يجرم كل حد تحمل مسؤوليته وذاك هو تبقى زادها في نفس الوقت نظرية المؤامرة وثم خطت شوية مبالغات وقعت البارح في التعليق نظرية المؤامرة وكان يعني بينا نستبعدها ثم علل في الإدارة هذه علل موجودة في الإدارات الكل نظرية المؤامرة اللي هي بالأساس فين مشيت للأطراف تحدثت وهذا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ناس تستهدف بالأساس المسؤول الأول في الشركة وغلطوه وجابوا لهم العلم وتحط بنظرية المؤامرة وأطراف أخرى تقول لك لا والله هذا إرباك ربما للوزارة والحكومة وفي فترة انتخابية خالد كنون نسألك نفس السؤال اللي سألته البغطاس ما تشوفش أنه الحادث خذاء أكبر من حجمه من ناحية التعليقات متفقين حلو تحقيق ونحمل المسؤوليات وما يصيرش جريمة متفقين ولكن نحكي التعليقات المشكلة والله يخاطي كل شيء يصير خاطينا فترة انتخابية نقول لك لا والله هي روبة بفعلي فعل وبالذمة صارت عندنا شوية إسهال فيسبوكي في يعني المشكلة وين تهويل تو مثلا لو كان جات الناس الكل تتكلم بشوية روح تاع مسؤولية وخطاب معناها بناء فيه النقد وفيه الدعوة للإصلاح وفيه الدعوة لتحميل المسؤولية احنا هذيك ضريبة الرقمنة وضريبة أنه الناس اللي كانوا عقود ساكتين وما عندهمش فضاءات يعبروا فيها أنه تلقى على نفس في نفس المنصة تلقى شكون يقول كلام في غاية الوجاهة وفي غاية الرصانة وتلقى شكون يقول كلام كما اتفق على عواهنه احنا يلزمنا وقت من عرش شنو الحاجة نضحك على خاطر سامي العرفاوي يتفاعل معنا من فريق الأعداد قال لكم يخفي الألعاب الأولمبية باريس غلطت في التتويج بطل جزائري حطوا له العلم التونسي وهذاك وقت النشيد الوطني هي فرحنا بخاطر موجودين بالنسبه ليا هذه كارثه اللي صارت متفقين انا وجريمه ومهما مشيت تكون التعليقات راهو يجب المحاسبه عما حصل محاسبه صدمه كبيره صارت للعبيد شنو في تونس واحنا نلقاو علم اجنبي رفرف اي خاطر ثم فرق بين دوله اجنبيه دوله اجنبيه تغلط في العلم تاع بلادك كما المثال اللي خذيتيه انت وبين انت في ادارتك لكن
معناها من غير ما نهولوها زاد اكثر من اللازم. ثم ناس غلطت لازم تحمل مسؤوليتها نقطه الى السطح. علم تونس اللي هو كي نرجعوا تاريخيا نحكيوا علم تونس اقدم من علم تركيا. علم تونس 20 اكتوبر 1827 تم اعتماده بالفيرسيون الاولى، بغيرها تركيا 29 مايو 1936 يا من عاش بعلمهم الاخضر واللي جاء بعده في الزوز العلم التونسي اقدم. انيس بوغاتانس خالد كرونا متفقين اليوم وانه فما ربما تحميل مسؤوليات ما صارش في محل، ولا نستنيو التحقيق من فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحد. هات نشوفوا المسؤوليات. خالد كرونا يقول انا نتفق معاك في النقطه هذه، ما نمشيوش للحلقه الاضعف اللي هو عاون التنفيذ. حطيتوا علم نجمكم ما شافوش الجمل، حط العلم ومشي وسبحان الله نجمكم ما يفرقش ونجم يكون الله اعلم. رفيق دريجي قال متسامحين نحسكم صعب شويه اليوم بغطاس هو بقلب. هو زينه من بين ردود الافعال اللي كانت على مواقع التواصل الاجتماعي هو الاستغراب، معناها كيفاش حتى العاون المكلف بالحاجه هذه كيفاش ما تفطنش الكون وهو العلم هو علم تركي. يعني تتصوروا كانوا فما مواطن لا هو سمحني اذا فما استدعاء في الذاكره بين العلم التونسي والعلم التركي، فما استدعاء في الذاكره. الحدث صار السنه شرات في حادثة مختلفة. إيه نعرف مختلفة. فكرة أنه تم فيها حجب العلم يعني فكرة أنه حتى خطر هذايا في نهاية المطاف حجب العلم وتستبدله بعلم آخر. يعني نحكي أنا في الخلفية الذهنية متاع الناس اللي تكلموا على فيسبوك، مش بالضرورة هم مصيبين، رغم مش معنا قاعد ندافع عنهم. إيه ما غيرة على الوطن، غيرة على العلم، مهما يكونوا مهما تصير الاختلافات العلم كما يقول بوغاتاس ما نلعبوش معاه الرأي الوطني. زينة راهو فما حاجة، راهو العلم جاء للمخزن متاع الإدارة هذه، راهو خرج من المخزن مشى تحرك وصل عند إيد اثنين ثلاثة إيدين من الموظفين هذوما، حتى واحد ما فيق. بالضبط. راهو شيء باهت راهو، معناتها شيء ماذا أول مشكلة أنا بالنسبة لي، ولا واحد لا ما رئيس مصلحة ولا مدير ولا عون ولا حتى ما فيق أنه ذاك علم تركي. هذيك علاش قلت لك علاش نشوف الحلقة الأضعف الموظف هذا التنفيذ. شو معناتها؟ شو عملتها انت ما فيق حتى حد؟ تقنيا وقت اللي يستلموا البضاعه لازم يثبتوا منها، خاطر هذوما الايدي اللي تحكي عليها انت اللي تنقلوا عاده يا خويا ما ثبتش علم مرطب معناها مطوي. لكن مطوي دونك ينجموا ما ينتبهوش باش نشوف باش ما يكون حد نعطيه حقه. العامل ولا حتى رئيس المصلحه احتمال طالب البحث يجيب هو بيدو بالنسبه ليه ياخذ في حاجه من مخزن الرسمي للمؤسسه، ماهوش مطلوب منه رئيس المصلحه باش يقول له جينا سي العون قبل ما تمشي تعلق العلم هذا يجي حل خلي نشوفه. بالنسبه ليه الناس في كل مؤسسه عموميه ثم ناس مسؤولين على التزويد، على تزويد المؤسسه، عملوا طلبيه شراوا سلعه من اي نوع كانت في يلزم يثبتوا نهار توصلهم سلعتهم العدد الجوده ديجا هو والمحتوى المزود في حد ذاته ماشي بعد بيدوفر وغيره. على علم تونس راهو لا مش فاهم انت حكيت في المطلق، راهو علم تونس حاجه اخرى، راهو معناتها اليقظه والتثبت حاجه راهي ماهيش كيما مش ناخذ وانا كيس ولا ورقه في الاداره. راه علم تونس مش يطلع يتحط على مؤسسه عموميه، راهو مش يثبت الغادي من يثبت بشويه، خاطر نحكي لك انا ما احناش مختلفين في هذا، معناتها راهو الموضوع ما لازمناش زاده ما احناش مختلفين نقول والله غلطه. لا سامحني تغلط في كل شيء، هذا ما تغلطش فيه علم، لا تسامح مع من يخطئ. انا بالنسبه لي انا الرأي الوطني. شوف مع المسؤول الحقيقي نحكي وراهو شوف انا نحكي منطلق مثلا احنا في التجربه الكشفيه راهو بالنسبه لنا العالم راهو حاجه مقدسه، راهو كانش نحكيه مثلا على المؤسسه العسكريه راهو معناتها تحيه العالم حاجه مقدسه في المدارس العموميه. بالنسبه لنا انك انت تجي فوق مؤسسه عموميه وتحط عالم غير العالم التونسي انا اعتبرها كارثه وغلطه لا تغتفر. خالد كرم انا عندي تعليق بسيط، وهي فرصه باش نلفت الانتباه تاع المسؤولين في مؤسسات كثيره في منطقنا في مدننا وفي قرانا اللي في احيان كثيره وفي المعاهد اللي تحكي عليها سيادتك وفي العدديات احيانا حاله الحاله التي عليها العلم المرفوع هي نفسها تدعو احيانا للشفقه. يعني ثم حكايه تاع مسؤوليه يلزم ذي يكون الناس عندهم فهم اللي العلم هو مجرد رمز ولكنه رمز ثمين مقدس. وقت اللي رمز ثمين يلزم العنايه به، اما هذه مشكله في 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 مؤسسه معينه. انا ما نحبش ندخل في نظريه المؤامره وما نجمش نقتنع بها بكل صراحه، ولكن حاجه نعرفها انه ثم بحث اداري وتحقيقي يلزم يصير، واللي يتحمل الحلقه اللي تتحمل المسؤوليه ينبغي ان تحاسب.
نقطة إلى سطر. والبارح شفنا حتى برشا توانس على مواقع التواصل الاجتماعي بداوا يصوروا في الأعلام الموجودة فوق الإدارات فوق المؤسسات العمومية من بينهم علم زينة فوق مدينة ثقافة شادي القليبي في تونس العاصمة، حقيقة علم في حالة رث ماهيش باهية، وكيف كيف زاد شفنا حتى فيديوهات لإدارات أخرى فوقها أعلام في حالة ماهيش باهية. نواصل معك رفيق. البارح كان ضيفنا في ثاني عدد من استوديو الوطنية الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، اللي كان تحدث في برشا ملفات وقدم موقف حزبه من عدد من المسائل في الشأن الوطني والسياسي. برشا معطيات وكلام قالوا البارح عبيد البريكي، من بينها التأكيد مرة أخرى أنه رئيس الدولة يتواصل ويتفاعل مع الأحزاب ومنهم حزب حركة تونس إلى الأمام. محطات معينة كان فيها صياغة الدستور، وهم تو يقولوا ما يمنش بالأحزاب السياسية، احنا ديما على اتصال به الرئيس، شاركنا في مناقشة الدستور وقدمنا وجهة نظرنا ونقحنا ما يلزم تنقيعه وشاركنا في الاستفتاء. المحطات التي تم تحديدها احترمت وقت اللي فهم التواصل، طبعا يلزم التواصل يتصل لواحد برئيس دولة يستوضح. كي تبدأ عندك المعلومة تعاونك برشا باش تفسرها، ونحن نخير التفسير عن التبرير، لهذاك علاش تتصل باش نقف المعلومة ونعتمدها في عملية التفسير. يتفاعل معكم رئيس الجمهورية كي تتصل به؟ بي سنور ما كان يتفاعلش، أنا أقول ما يتفاعلش في العديد طبيعي، أعتقد طبيعي باش يتفاعل، ماذا الناس تتصور اللي ما ها فما 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 تفاعل. هذا ضيفنا البارح في استوديو الوطني عبيد البريكي، اللي اكد وقال في حوار ماهوش صحيح الناس اللي تحكي وتقول رئيس الجمهوريه لا يتفاعل وضد الاحزاب، ليها واحنا كحزب نتفاعل معاه. ويجاوبنا نعطيكم التعليق خالد كرونا ريس بوغطاس بعد رفع اذان صلاه الظهر بتوقيت تونس. الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أنا منانة عروسية فضيلة فطيمة، أما أنا توا المواطنة اللي باش تجاوب وتتجاوب، واللي باش يتقال يقعد بيناتنا. تهنئ على ضمانتي. ابتداء من شهر نوفمبر باش تنطلق عملية التعداد السكاني 2024، الأجوبة متاعك باش تكون محمية بقانون حماية المعطيات الشخصية. وزارة الاقتصاد والتخطيط، المعهد الوطني للإحصاء. خلي في بالك تهنئ.
تحديد بلادك. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة زيدي. مازلنا مواصلين هذا استوديو الوطنية بالبنت العريض. كنا نحكيو على الخطأ اللي صار البارح على إحدى المباني التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية اللي أثار جدل وغضب كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين الكل وخاصة أنيس بوغطاس اللي يقول لا تسامح، وهذا حكينا فيه قبل ما نرفع لحضراتكم أذن الظهر. أيضا رفيق دريدي تحدث عن التصريح إحدى الضيوف البارح في علاقة بعبيد البريكي أمين عام حركة تونس إلى الأمام، اللي يقول رئيس الجمهورية على عكس ما يتم ترويج ليه خالد كرونة مش صحيح، ما هوش في قطيعة مع المواطنين الأحزاب السياسية بالأساس، راهو احنا كنا نتصلوا به يجاوبنا. يعني هذه القضية إشكالية، هي ثم تصور عام استقر عند الناس من خلال السنوات الماضية، وهو أنه ديما فما اجتماعات ولقاءات مع الأحزاب، وخاصة إذا كان ثم محطات معينة، يعني ثم تقاليد أرسيت. ولكن منذ 2019 وخاصة السنتين الأخيرتين والثلاث سنوات الأخيرة، يعني أنا مرة كتبت مقالا عنوانه لوجيسية القيس سعيد، النخبة السياسية لم تدرك بعد، وهذا ليس لا ذما ولا مدحا، لم تدرك بعد أن له خوارزميات وبرمجيات مختلفة عن من سلفه وربما عن من يعقبه ذات يوم. نعم. يعني لكن هناك فكرة خطيرة هي التي نحتاج أن نعدلها، لأن الفكرة انتشرت حتى بين النخب. أيوة. من أن يعني كما في الأثر هزم الأحزاب وحده، وهذه الفكرة فكرة خطيرة، يعني ظاهرة حتى بالنسبة إلى الذين كيف سأقول يعارضون قيس سعيد من هذه الأحزاب، ينبغي أن ينظروا إلى أنفسهم، لأن ظاهرة سعيد كظاهرة سوسيولوجية الآن نتحدث هي ناتجة عن خواء الأحزاب، وليس هو من جعل الأحزاب خاوية. يعني ما نراه من تراجع دور المنظمات الوطنية والاتحاد لبس الشغل والأحزاب ناتج عن أنها لم تستطع الإجابة عن سؤال اللحظة، ولم تجدد خطابها، ولم تجدد رؤيتها للعالم، ولذلك سمحت بوجود هذا الكائن الذي، يعني لا أتحدث عن شخص رئيس، أتحدث عن فكره، هذا الكائن الذي لا يقاس بالمسطرة التقليدية، يعني ليس هناك مقاييس يمكن أن نقيس بها. ولذلك نجد هذا الخجل. تقول مش نظام 25 جويلة ونظام قيس سعيد من أقصى الأحزاب، هما أقصى أرواحهم، أحزاب هما ضمروا تكن في يعني مستوى حجمهم متطلبات المواطنين والضأل. ولذلك في الفيزياء يقول الطبيعة تأبى الفراغ، وقت اللي هما تضألوا وما نجموش يكونوا في مستوى اللحظة، بطبيعة الحال دورهم باش ينحسر، دورهم باش يتراجع، قدرتهم باش تنحصر، وسيسمحون بوجود موجات أخرى لها خطاب آخر. من بين هذه الموجات في كما في بلدان أخرى صارت، مش معناها تونس ماهيش الاستثناء، في تونس كانت الظاهرة نجم نقولوا اللي هي ظاهرة نجم تتدرس في المستقبل، خاصة ما حصل في 2019، يعني ظاهرة هذا الذي القادم من بعيد الذي يحتل مركز الصدارة. دونك تحب تقول الناخب اللي كان اختار قيس سعيد 2019 وما كانش عنده لا حزب ولم يكن وزير ولم يتقلد أي منصب في السلطة في وقت سابق، فضله عن الأحزاب لأنه الأحزاب هي اللي خلت المواطن أو الناخب ينفر منها، هي شنقت نفسها، شنقت نفسها باش نقول هذا. أنيس بوغطاس في علاقة باليوم الحديث على وأنه الرئيس مش هو اللي أقصى الأحزاب كما كان يقول أو قال بارح ضيفي عبيد البريكي، الأحزاب هي اللي أقصت نفسها. هي الحكاية أو المواطن لفظ الأحزاب، هي لا هي الحكاية مربوطة بمرحلتين وإحنا ذي يلزم تكون عنا ذاكرة على الأقل صغيرة قريبة الذاكرة. المرحلة الأولى هي المرحلة ما قبل 25 جويلية، وكان رئيس الجمهورية يستقبل الأحزاب ويتشاور معهم، وكنا شفنا أنه مش مشيوا لقصر وكانت الأحزاب وقتها في علاقة موجودة بينها بين رئيس الجمهورية، نحكيه على حزب النهضة وغيره من الأحزاب اللي كانت موجود وقتها. اللي حصل المسرحية سيئة الإخراج اللي عملتها الأحزاب في مجلس النواب ونفور الشعب والفساد اللي استشرى واللي كان السبب متاعه الأحزاب الحاكمة آنذاك،
معناتها البلاد وصلت في وضعية كارثية جراء فعل الأحزاب آنذاك. وهذا مش أنا نقوله ولا يقوله، هذا الناس الكل تعرفه. نعم. وبالتالي اللي صار بعد 25 جويلية صار هو كردة فعل قوية على الفساد وعلى المحاصة الحزبية وعلى الموالاة وعلى ما فشلت فيه الأحزاب في تسيير دواليب الدولة من انطلاق من الحكومة اللي كانت عملتها وانطلاق من المحاصة في خصوص الوزارات وغيرها من المواضيع اللي تمس بالأمن القومي وقتها. أيوة. اللي صار بعد 25 جويلية أنه الأحزاب هذيك اللي تم ثورة عليها اش عملت؟ هي أقصات نفسها، هي وليت ترفض التعاون وترفض أنها على الأقل تتعامل مع مؤسسة رئيس الجمهورية، وهذا انقلاب، هذا مش انقلاب، هذا الفصل 80، هذا كذا، ودخلنا في جدل ودخلنا في تجادل كبير برشا خلى وقعت هو كبيرة بين رأس السلطة وبين الأحزاب السياسية. لكن عديد الأحزاب اللي رغبت باش تكون موجودة أو على الأقل يتم التشاور معها بطريقة أو بأخرى وما كانش عندها على الأقل معناتها انغماس في الفساد بطريقة كبيرة تم التواصل معها وهذا ثابت. صح. أنا الأحزاب اليوم اللي بطبيعة مش تقول لك مش صحيح ومش تشد الثنية الأخرى، هي الأحزاب اللي ما نجحتش باش تعمل حزب قادر على أنه يكون بديل في البلاد، ما نجحتش باش تستقطب الشعب التونسي والمواطنين وتعطيهم مثال تنموي واجتماعي وسياسي وبديل حقيقي في البلاد هذه. نعم. وقعدت فاشلة في أنها على الأقل تكون عندها معناتها كما يقولوا قاعدة شعبية أنها معارضة أو تتبعها في أي محطة سياسية. لا اللي أكد كلامي هو فشلها في أنها تكون في الانتخابات التشريعية مثلا في الانتخابات مجلس الأقاليم والجهات. وبالتالي أنا نعتقد وكونه ما صرح به عبيد البريكي فيه جانب كبير من الحقيقة ومن الصح، باعتبار أنه الاهتراء الأحزاب السياسية وعدم هيكلتها، بعض برشا أحزاب رأي قاعدة حبرا على ورق ممثلة في رئيسي في أمين إيمانيها. الاهتراء اللي تحكي عليها نيس بوغطاس معناها هيت نقول لك أنت شتوزن في الشارع، شتوزن في الشارع مش عندك قواعد، تكلم حتى أراك أهبط للميدان خلشوا شو قديش تعمل هذا اللي تحب تقول بتبيع عش عندك قواعد. أعطينا فما أحزاب رأي مش موجودة أصلا اليوم يحكي وراء زوز من الناس القاف الحزب راه كنت تقوله برا جيب لي ميني بيس كارمي عبي يسرا ما تعنا رانا أحزاب انتهيت راه قعدت ممثلة في شخص راهو العبيد راي اللي العبيد راي فما أحزاب فرغت نهائيا ما عادش موجودة أصلا راه اليوم تجي تلقاها ممثلة في شخص تحكي على أكثر من 220 حزب وصلوا ل 40 80 بعد 217 معزنا فماش أصلا فما جزء كبير منها في كلامك نأيده أما منها جوهر القضية بعيد على يعني التدقيق في التفاصيل في المشهد العام بالجروب المشكلة متاعها شنية الحزب كل قالت زينة أكثر من 200 حزب شنية المشكلة متاعها اللي هي اللحظة التاريخية اللي جات من 2011 وما ولاها كما فرخت برشا جمعيات فرخت برشا أحزاب لكن في أي بلاد في العالم شو معنى حزبه في الأخر ما هو ناس باش يجتمعوا على رؤية الأحزاب هذه الكل بالنسبة للمواطن العادي حتى كيف في عز النشاط متاعها في الفترات السابقة يعني يفرقش المواطن بين عموم الخطاب اللي قدمه ما نحبش نعطي أمثلة من الحزب الفلاني للحزب الفلاني يعني ما فماش ما يسمى في السياسة إيدونتيتي هوية الهويتين اللي بقاو ظاهرين في تاريخ السياسة في تونس من زمان هي الهوية الدستورية بقدر نظر على رأينا احنا فيها هذه أنا نطول نوصف في الحاجات الموجودة في الواقع والهوية الإسلامية ما ثماش إيدونتيتي بوليتيك مكتملة في تاريخ تونس المعاصر أنا نحكي اليوم على حتى الزوز هويات هذوما فقدوا بريقهم صار خواء وخلاء في ساحة العقل ما ثماش ثم جملة سياسية ما عادش ينجو جمل سياسية صحيح. وقت اللي ما عادش ينجو جمل سياسية ما نجموش ينجو برامج ما نجموش ينجو تصورات دونك دورهم باش يتراجع ما عادش ينجم يكون عندهم أنصار كما كنت تحكي ما نجموش يعبوا مينيبيوس ما عادش ينجم يكون عندهم تأثير في أي بلاد في العالم وهذه داير تسمع انت في الناس الكل تحدث المثقفين والنخب وكذا والمعارضين والموالين الشعبويه هي شنو معناها الشعبويه في نهايه المطاف ما عندهاش تعريف دقيق في العالم لكن هي مربوطه بالظاهره هذه اولا ضعف
يعني التمثيليه يعني النظام التمثيلي النظام الديمقراطي الضال وازدراء النخب. هذه النقطه اللي انت عرجت عليها ازدراء النخب يعني نقولوا نحقرهم. علاش حقرناهم؟ خاطرينا مشاهد نتاع سيرك في برلمان على خاطرينا رينا ازراء بصوره السياسي اللي المفروض يكون طليعه متقدمه صحيح. تستكشف للشعب طريق الحياه. وصرف. نواصل مع تصريحات الأمين العام لحركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي اللي كان تحدث البارح على جملة من المعطيات من بينها التحوير الوزيري الأخر اللي قال كونه اعطى دفع للجانب الاجتماعي للدولة كما تحدث على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد للصين أواخر شهر ماي اللي فات وأول شهر جوان اللي كانت توجت بإقامة علاقات استراتيجية وتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة. البريكي انتقد الموقف الصادر من بعض الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية اللي قال أنهم يهني وفي انتخابات نسبة الفوز فيها 94% في المقابل يعبروا على قلقهم من العلاقات بين تونس والصين. معلش الاسماء التحوير بشكل عام الإيجابية اللي فيه والمهمة أنه عبى الفراغات اللي كان المفروض تتعبى من زمان. وأيضا ما حدث أخيرا في علاقة بالصين وهنا ملاحظة لابد منها، هذا الملف يجب أن يغلق والمشاريع اللي باش تنطلق أخيرا واضحة وفيها التزامات واضحة تؤكد معناتها عمليا هذا. النقطة الأخرى اللي في الواقع العام اليوم الناس تنتشي عندما الاتحاد الأوروبي يخرج موقف من حريات في تونس والأمريكان يهنوا في بلاصة أخرى ب 94% ويخرجوا في تونس يقولوا احنا متقلقين بالانفتاح تونس على ما نعرف شنو، متقلقين من هذا ومتقلقين من الحريات عندنا، هذو مشكونهم من أنتم متقلقين يهنيوا في 94% في بلاصة أخرى. خالد كرونة أنيس بغطاس في الأثنية قولهم من أنتم باش تعلمونا الديمقراطية اليوم؟ كما قال رئيس الجمهورية الانتخابات التونسية شأن داخلي خالص، مع ذلك هل يقلقنا ربما أنيس بغطاس وقت اللي الناس تنتقد أو بعض الأطراف الأجنبية تنتقد سير المنظومة أو العملية الانتخابية الحياة الديمقراطية السياسية في تونس ولا لا عادي هذا ربما؟ الحقيقة عادي خلي يقولوا إيشهم؟ معناتها كان اليوم جينا دولة تدعم في الكيان الصهيوني وفي تقتيل الأبرياء والرضع باش تعطينا دروس في الديمقراطية والانتخابات على الدنيا سلام. وبالتالي احنا اليوم قبل كنا نجم نقول والله من حقها باعتبارنا دولة ديمقراطية وعلمتنا شوية ديمقراطية قبل انها تتدخل وتقول والله اعبر على القلق من عدم وجود انتخابات كما تقول هي شفافة وغيره. اما اليوم ما عادش نسمعوا نسمعوها اصلا باعتبار انه سقط القناع على هذه الدولة التي تريد التدخل في الشأن التونسي. احنا نعلموها الإنسانية ونعلموها كل المبادئ اللي تقوم عليها الإنسانية والديمقراطية وغيره. وبالتالي هذا الخطاب المزدوج أو الموقف المزدوج بين داعمة لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وداعمة أولى ومرتكبة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبين أنها تجي مش تعطينا دروس، راهو هذا انتهى وولى. علاش نقول في الكلام هذا يا زينة؟ على خاطر توجه تونس إلى الصين مرتبط ارتباط كل اللي قاعد نحكي فيه الصين وغير الصين والمحور المنافس لأمريكا وفي خصوص نحكي على الأقل المشاريع الاقتصادية وفتح أفاق جديدة حتى لا يمكن حتى لا يتم التنكيل بينا خاطر كيف نكون مرتهنين لهذه الدولة تولي تونس غير قادرة على مجابهتها ونولي نرضخوا بالصفة علينا خاطر بشي جوعونا ليهم هما. اليوم فتح هذه الأفاق والتوجه نحو الصين وغير الصين وعدم الخروج باتفاق مع صندوق النقد الدولي بالطبيعة راهو عنده انعكاسات على السيادة الوطنية، معناتها انعكاسات إيجابية بطبيعة الحال على السيادة الوطنية اللي مش تخلينا على الأقل معناتها نوصله في وقت ما معناتها نعتد بأنفسنا على المرحلة هذه مش يجي وقت نقوله يعطينا الصحة على ماكل عام دينا شدينا الثنية هذه كما قلنا قبل في خيارات سابقة والله كارنا مشينا هكا كارنا مشينا هكا. اليوم أنا نعتقد أنه انتقادات اللي قاعدة تصير
من عباد غير ذي اختصاص وغير ذي معناتها صفة، اعتبر انه ما عندهش حتى دخل فيما قاعد يحصل خاصة تلك الدولة، وما حصل في تونس من خيار انه نتوجه الى اسواق جديدة وقوى جديدة غير تلك القوى راهو خيار صائب. مع العلم أنه سمحني زينة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وقت اللي استقبل رئيس الحكومة كمال مدوري في زيارته الأخرى للصين، نعم، كان جدد تأكيد الصين دعمها لتونس وحرصها على إتمام كل المشاريع المتفق عليها بين زوز بلدان. يمكن أهم مشروع توا حاليا قاعد صاير هو مشروع الجسر المعلق في بنزرت لي وعدة مشاريع أخرى في أبحاث لها اللي قاعدة تقوم بها الصين في الاتفاقيات الموجودة، فاقوا بمدينة أثرية أخرى في تونس عميلتين لثلاث سنين. صحيح في دار حفريات. فوالا خالد، كورونا اليوم هل يحق أو هل مازال يحق لبعض المنظمات الدولية أو حتى الدول الأجنبية في حد ذاتها، كما كان يقول أنيس بوغطاس اللي شاف اغتصاب لحقوق الطفولة ولقتل الإنسانية لما يحدث اليوم من أفعال الحقيقة، حتى كيفاش تقول جريمة، كلمة جريمة ومجرمة شوية في حق ما يحدث اليوم بقطاع غزة المحتلة من طرف الكيان الصهيوني. أنت تحلل قتل الإنسانية وجيل تونس تتحدث عن الديمقراطية وعن انتخابات وعن ضرورة ملاحظة، من أنت؟ ما ورد على لسان الأستاذ عبيد البريكي فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبعد ما يكون عن أنها تلقي دروس، نعم، على دولنا، مش كان على تونس، على دولنا في الديمقراطية، أن نأيده تماما. احنا اليوم في 11 سبتمبر، زمنا نتفكروا قبل 23 عام، نعم، أنه استغلت الولايات المتحدة الأمريكية ما جرى في 11 سبتمبر باش تدمر 20 سنة أفغانستان، صحيح، باش تدمر العراق، العراق العظيم. استغل، يلزمنا نستعيدوا شوية دروس التاريخ، لأنه اللي ما يقراش التاريخ ما نجمش يستشرف في المستقبل. صحيح. شاعرنا الفلسطيني الكبير محمود درويش هو الذي قال أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. واللي ينساوا هذوم الكل ينجموا يتفكروا 11 شهر الأخرانيين، أكبر جريمة القرن. قبل ترامب عمل صفقة نسميها صفقة القرن، ما جرى في غزة هو جريمة القرن، وجريمة القرن بامتياز، وما زال يجري الآن في غزة وفي الضفة الغربية بمباركة أمريكية. ويلزم الناس يفهموا هذه فرصة باش نقولوها، اللي ما همش الصهاينة اللي في الميدان وحدهم، الأمريكان في الميدان وخبراءهم في الميدان وأقمارهم الصناعية في الميدان وقوات الدلتا تاع النخبة متاعهم في الميدان، ويلزم نعرفوا اللي هما، وهذه معناها قوسين صغار، هذاك علاش الأكذوبة متاع أنه والله الأمريكي الرجل الأبيض رجل طيب ويحب السلام في غزة ويحب اتفاق. لا، لأنه اليوم إعلان اتفاق وقفة إطلاق نار في غزة يعني ليس فقط هزيمة للصهاينة، يعني هزيمة للأمريكي. وإحنا كعرب ومش فقط كتوانسة يجب نتفكروا من عام 2000 لتو، من اللي دخلت الألفية الجديدة، ما فما حتى معركة شنتها أمريكا، نعم، على منطقتنا وربحتها. وهنا باش نربط بالصين. أيوة. يولي السياسي غبي، يولي السياسي العربي معناها أيا كانت دولته، إذا كان الحقيقة هذه ما يشوفهاش. هذاك علاش رينا حاجات ما كانت قبل كالخيال. من قال قبل 3 سنين برك اللي السعودية تنجم تستقبل قمة صينية عربية؟ خاطر السعودية محسوبة تاريخيا على الحلف الأمريكي. من قال إن السعودية والجزائر وغيرها ممكن يقدموا طلبات لانضمام لمنظمة بريكس؟ من قال إن تونس يمكن أن تسرع قليلا في علاقاتها؟ السبب في الجيوبوليتيك هو التالي، هو أن أمريكا والغرب كانوا مهيمنين علينا قرنين، وقت اللي القطب ذا يتوى في تهاوي تدريجي، مش معناها أمريكا انتهت بالطبيعة، ثم قوى أخرى صاعدة لديكلان هذا التهاوي التدريجي. خطر أمريكا قاعدة تحاول تعطيل تهاويها وانحدارها، والقوى الأخرى قاعدة في أنات وفي صبر تبني قوتها. السياسي الحكيم والرأي الحصيف عند السياسيين بقيت نظر على رأينا احنا في القيادة السعودية ولا القيادة الجزائرية، بصرف نظر على ذلك شأن أحد آخر. أما يخزروا للمستقبل، وقت يخزروا للمستقبل يعني يلزمهم يعولوا على أنهم في أقل حالات كما عملت تونس، لأن تونس دوزنها الاقتصادي محدود،
في أقل الحالات يتنوع الشراكات. مش معناها زاد اليوم مش منسوقوش الخطاب اللي كيف كيف على فيسبوك نابورت كومو يتقال اللي تونس هي أدارت الظاهر العلاقات التاريخية مع أوروبا والاتفاقياتها. هذا 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 عبث مش جنون. بدليل ما هو كلها سيرت السياسة التونسية من الواضح وهذا أمر طبيعي بل ينبغي أن يدعم أنها تنوع علاقاتها، لأن كل ما نوعت علاقاتها أكثر ووسعت شراكاتها أكثر كل ما خرجت من الهيمنة. باش خطاب السيادة اللي نحكي عليه وزمان زاد نعمل مغالطة للشعب أو للناس اللي يسمعوا فينا، احنا مازال بعاد على السيادة، لكن عندنا طموح أن نملك سيادتنا. مادامنا احنا غذائنا مازلنا مربوطين بغيرنا ومازال أمننا الثقافي وأمننا السياسي وأمن لكن أن تكون مؤمنا بأنه ينبغي أن تظفر بسيادتك كاملة خير من أن تكون مفرطا فيها. نركز لك في زاوية اليوم الاتفاقات التونسية الصينية أو التعاون أمورنا واضحة. قل لي توا كيفاش من ناحية ثقافية كل دول بتاعنا ما عندهاش سيادة ثقافية. شوف شوف منيا نشوف يا سي خالد اسمع مسيطرين على الوضع تمام. أنيس نحن أحرار وعنا سيادة. نحن في يوم ما شنو نقصدوا بها سياده؟ اي معناتها رانا ما انا ما عندناش سياده طاقيه مثلا، هاش نقصد رانا ما عندناش سياده غذائيه. معناها كي نحكيو معناها ما فما حد عنده سياده كامله راهو نجم نحكيو هكا، ما فما حتى دوله عندها سياده كامله. تحكي على الاكتفاء فهمت انا ربما الكلمه هو يحب يقول لك هات نحقوا الاكتفاء الغذائي الذاتي كلمه الاكتفاء. يا زينه راهو ما فما معناها انا توا امريكا تستورد في مثلا روسيا تستورد في الغاز من عند الجزائر ولا امريكا تستورد في حاجه من عند كلها العالم كله يستورد. لا مش هذا المشكل راهو لا نحكي راهو ديما نحكي على القرار السياسي وحرمه الاراضي نتاع الدوله هذيك. سيادتنا كامله بطبيعه الحال عنا بطبيعه الحال عمل على انه نقطعوا مع الماضي اللي كان نرتهنوا في سيادتنا أو يدخلوا في شأن الداخلي بطريقة فاضحة. كانت في وقت ما مش بعيد برشا تونس راهي مرتهنة بيد القوى العظمى اللي كانت تحكم فينا. اليوم صار فصل مع هذا، أنا نعتقد أنه صار فصل حقيقي وهذا تمحور خاصة في أنه أدرنا ظهرنا للاتفاقات مع البنك العالمي وأدرنا ظهرنا لعديد التدخلات اللي كانت نجم تصير. لا تقصد صندوق النقد أي البنك العالمي مزاد على صندوق النقد. شوف باش مش ما ندخلوش في سجال والناس يتورطوا في ما يفهموش قاعدين نقولوا. احنا ما احناش مختلفين في العموم لكن ثم تدقيق. راهو كي نحكيو على يعني اكبر مسؤول سياسي هذا مش تجريم للدوله، مش تجريم للدوله توا. يعني كن من شئت راهو اي مسؤول كان تمشي تسال توا تو في اللحظه هذه تسال رئيس الجمهوريه هو بيدو شخصيا المباشر قيس سعيد هو بيدو يقول لك اللي احنا سيادتنا ما زالت منقوصه لانه هو احلامه كاي تونسي انه نكون احنا السياد مش فقط على ارضنا وعلى رقعتنا الجغرافيه لهذا امر معناها موجود وتحصيل حاصل انه احنا نتحكموا في مواردنا ونتحكموا في قدراتنا ونتحكموا في عقولنا ونتحكموا. هذايا معناها قضيه ثقافيه راهي اكبر معناها ومش تهمش تونس برك راهو معناها كلامي ماهوش تجريم التجريم لينا ولا تجريم لتونس ولا تجريم هذا ها قلت لك انا حاجه اكبر منا احنا ما زلنا بعد ياسر عليها. لفظ تعبير التعبير اللي اثار حفظ بغطس جاهيركو كان لابد ان نوضح استقلالية تامة من التبعية في اي موضوع كان بالبنت العريض نختم معك. واحنا نحكيه على الموقف الامريكي اللي هو يبارك في الجرائم الصهيونية اللي قاعدة تصير ويزود في الكيان الصهيوني بالسلاح. البارح في المناظرة اللي كانت ما بين دونالد ترامب وكامالا هاريس ترامب اتهم هاريس بكونه هي تكره الكيان الصهيوني وقالهم حرفيا بالضبط اذا كان يتم انتخابك يزول الكيان الصهيوني في ظرف عامين. وهي ردت كونه لا ماهوش صحيح، قالت كونه هي ما تكرهش الكيان الصهيوني وقالت انها دعمت الكيان طول حياتها ومسيرتها المهنيه. معنا نجم نفهمه هذيك المناظره اللي صارت بيناتهم بما انه هو يستعطف وعمل حب يعمل غمزه وتعرف اللوبي الصهيوني الحاكم في امريكا وكقاعده انتخابيه فهي فهمت وجاوبت. ان توكا خليهم في انتخاباتهم وجهاني لعملة واحدة. خلينا في انتخاباتنا اللي تنطلق الحملة الانتخابية نذكركم نهار 14 واللي تلقاو أكيد في التفاصيل ومواكبات للحملة على الإذاعة الوطنية. تنطلق غدوة نهار 12 مازلت احنا الخارج. تبدأ نهار 14 و تنطلق 12 من نهار الخارج تنطلق نهار 12 في تونس 14 من نهار 14 حتى ايش طبعا نهار 6 أكتوبر يوم الاقتراع والانتخاب وطبعا الإذاعة الوطنية 5 أكتوبر صمت انتخابي.
4 اكتوبر الحمله متواصله، 5 صمت انتخابي يعجبني في رفيق صمت الانتخاب في هذا الكل رفيق مهتم كيف صمت الانتخاب. امشي انتخب قوم بواجبك سي رفيق سي انيس سي خالد كلونا كلكم نهار 6 اكتوبر نشوفوا الصوابع الزرقاء اليمامه. راجعين معاك في البونت العريض غدوة على آخر التصريحات. شكرا لك رفيق دريدي. مباشرة نستدعاكم نمشيو وين موجود يأدين كريفي بمقر وزارة الفلاحة تسويت. عينك على الإدارة. استوديو الوطنية فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات. عينك على الإدارة. تحياتي لكم مجددا. مرحبا بي دين الكريفي ومرحبا بضيفك. مرحبا زينة، تحياتي لك ولكل مستمعي الوطنية. دونك انا موجود في وزارة الفلاحة. وزارة الفلاحة اليوم نظمت ندوة صحفية قدمت فيها الاستعدادات الأخيرة الاستعدادات للموسم الزراعات الكبرى الموسم القادم 2024-2025. الوزارة اليوم كما نقولوا قدمت خطتها والتوجهات العامة، المساحات المبرمجة اللي عنا، البذور كيفاش كانت، الأسمدة والتمويل. سعيد جدا اني مولود في وزاره الفلاحه بجانبي مدير بالاداره العامه للانتاج الفلاحي سي محمد علي برمضان. سي محمد علي صباح النور. صباح النور واهلا بالمجتمعين الكل. شكرا سيدي على استقبالنا. ان شاء الله موسم مبارك الموسم القادم. نحكيو على الموسم الماضي زاد ايضا. الموسم الماضي شد ظرف مناخي خاص، شد انحباس الامطار بدايه من شهر مارس اللي فات. يعني كيفاش كانت النتائج، كيفاش كانت الصابه في الموسم الماضي؟ ونبداو بالتقييم خاطر احنا كملنا الموسم ديال الحبوب اللي تعدى. وتعرفوا الموسم ينتهي نهار 31 اوت. نعم الموسم دونك احنا كملنا، عندنا فكره نجموا نقيموا توا الموسم، واحنا في مستهل معناها بدايه موسم جديد. تعرفوا الموسم الجديد في الحبوب يبدا بعد لو 15 اكتوبر كان الامطار الخريفيه كانت في الموعد، وان شاء الله تكون الامطار الخريفيه في الموعد، واحنا نتفائلوا ونستبشروا بالامطار اللي سجلناها حتى التو اللي شمت تقريبا المناطق الكل، خاصه احنا حشدنا بالمناطق اللي تنتج الحبوب واللي عندنا فيها معناها برنامج واللي نحبوا نحققوا فيها اهداف وخاصه الاكتفاءات. الموسم اللي الماضي تعرفوا الموسم الماضي ما بدا مخ ما ما ما, 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 ما سجلناش امطار كامل فترة صيفية وبداية معناها وحتى الفترة الخريفية الأمطار بدأت وقتاش بدأت في نهاية شهر نوفمبر. معناها الموسم اللي فات بدأ مأخر بصفة متأخرة، أثر على المساحات بطبيعة الحال. المساحات اللي تم بذرها هي في حدود 972 ألف هكتار اللي هي تقريبا ضعيفة بارابور للمعادلات. احنا تعرف ونعمل 1,200,000 ألف هكتار كمعدل هذوما يتبذروا في تونس في المناطق الكل. المساحة هذه تحصد منها 717,000 هكتار. معناها فما مساحات تمست بالجفاف. تعرفوا الموسم بدأ متأخر لكن البداية كانت باهية. بدينا مأخر لكن بدينا بثبات. معناها الأمطار واصلت. عدينا ديسمبر خارق العادة، جانفي بالكدا، فيفري وفيفري كانت فيهم الأمطار وكانت الظروف كل مواتية والنبات معناها وصل في مرحلة خارق العادة وكنا نحكيه على موسم ممتاز. تبقى الأسبوع متاع السخانة ذي كنت تسمعني ذي سي محمد علي كان يقول سجلنا موسم ممتاز تقريبا كان يعطينا بمعدل خاصة الحبوب. لا قلت لك كنا نجم نسجله حتى لو كان مارس معناها حتى 15 مارس. قديش المعدل كان الأمور ماشية في نسق متاع موسم ممتاز. جينا الأمطار هي بتبعتها ناقصة وجاتك الموجة متاع سخانة فاتت 30 درجة. هذيك أثرت على النتائج بيان سور وما عادش نحكيو على موسم ممتاز ولينا نحكيو على موسم دون المتوسط. دونك انخفض المنتوج العام للحبوب. دونك المنتوج العام تحت المعادلات العادية. قديش؟ معناها في النتيجة نتاع الإنتاج 11.5 مليون قنتار هو الرقم النهائي نتاع التقديرات السابقة اللي هو دون المتوسط. احنا نعرفوا في المعادلات العادية نعملوا في 17 مليون قنتار. لكن خير من الموسم اللي قبله اللي هو موسم جيف. دونك الحمد لله 11 مليون قنتار كانت هذه هي الرقم معناتها تاع الطبطه اللي فاتت. الجهات اللي كان عندها مردود ممتاز ولايات
الولايات اللي كان عندها مردود ممتاز هي بطبيعة الحال هي المناطق الملائمة، المناطق الملائمة اللي نلقاوها تروين قصرين سيدي بوزيد. لا هذوك مناطق مروية، أما نلقاو في الشمال على غرار بعض المعتمديات من بنزرت، عندنا شمال ولاية باجة خاطر جنوب ولاية ما مشاش كما ينبغي، فما مناطق في جندوبة معناها هذوما مناطق باهية، من نوبة فما بعض المعتمديات اللي معناها نجم يصير فيهم إنتاج، ثم المناطق السقوية بالوسط على غرار القروان اللي تسجل في أرقام طيبة بالكدا على مستوى معادلات الروندمون معناها الإنتاج، وسجلنا حتى 80 و90 قنتار في الهكتار في بعض المساحات، لكن في العموم بالنسبة للقروان هي في حدود 52 قنتار في الهكتار، وعنا زادة شوية سيدي بوزيد زادة عنا أرقام باهية في ذلك. هذا الموسم الماضي، السنة توجهات العام الموسم الماضي بالنسبة للسنة وتوجهات العام ذكرناهم هذوما في الندوة الصحفية بتاع اليوم الصباح وزارة الفلاحة، قلنا فما تواتر بتاع مواسم جفاف يلزم مزيد أقلمة القطاع مع التغيرات المناخية، وهذا من نجم يجي كان من البحث العلمي واستنباط أصناف جديدة وتغيير أساليب الإنتاج، هذا كله باش نحافظوا على الماء معناها نستعملوا أقل ماء أقل أسمدة بإنتاج معناها يقعد في نفس المستوى. هذا توجيه الفلاحين لزراعة القمح التلف، احنا نحبوا نعملوا إكستنسيون صغيرة في حدود الإمكان باش نحقوا الاكتفاء الذاتي ونجموا نحقوا الاكتفاء الذاتي الوسائل كل اللي حطيناها، وبطبيعة الحال الظروف المناخية تدخل هنا أكيد. في موسم عادي نجمي على مستوى القمح اللين نحبوا نرجعوا شوية القمح اللين اللي خسر المساحة السنوات الأخرى، ونراهنوا على الحبوب المروية، يعني الحبوب المروية في الحقيقة هي اللي باش تعطينا الإضافة في الأماكن اللي فيهم المتوفر. الفلاحين كيفاش باش تعاونوهم في التمويل معنا؟ على مستوى التمويل احنا نوفروا مدخلات الانتاج، احنا بالنسبة لبرنامج الاسمدة بالنسبة لسنة الاسمدة باش تكون بنفس اسعار الموسم اللي فات، وهذا اضافة بالنسبة للفلاح في الحقيقة، البذور كذلك ما فيهاش زيادة، احنا حافظنا على نفس الاسعار متاع الموسم اللي تعدى. فهمت، وهذوما باش نعاونوا الفلاح باش ياخذ مستلزماته بصفة مبكرة ونوفروا له التمويل، تمويل مهم برشا على مستوى البنك الوطني الفلاحي وعلى مستوى البي تي اس معناها البنك التونسي للتضامن، هذوما باش يوفروا لنا الاعتمادات وباش نزيدوا على الموسم اللي فات اعتمادات إضافية عن طريق المشاريع اللي في وزارة الفلاحة بحوالي 8.3 مليون دينار، معناها هذه يعني رقم جملي في حدود يتجاوز 120 مليون دينار في حدود 150 مليون دينار على الموسم اللي تعدى. واضح، شكرا لك دي الكريفي، شكرا لضيفك سي محمد علي برمضان ممثل وزارة الفلاحة، فاتتكم فقرة عينك على الإدارة تلقاها على صفحتنا استوديو الوطنية أو صفحة الإذاعة الوطنية راديو ناسيونال تونيزيان على الفيسبوك. مراجعين بعد الأخبار ماضي ساعة درجين نحكيو على قانون المالية 2025 مع ضيفنا الخبير الاقتصادي مراد حطاب خالد كرونة، ميرسي بوكو أدوما إن شاء الله. تحياتي أنيس بغطاس، شكرا رفيق دريدي الأخبار، ورجعينا الدكتور حكيم.